مشروع كبار العلماء توعية المسلمين بالطرق الشرعية في مواجهة الوباء ونشر الأمن والاطمئنان. قال ولابن ماجه عن أبي بردة أنه قال: دخلت على محمد بن مسلمة رضي الله عنه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون فتنة وفرقة واختلاف، فإذا كان ذلك فأت بسيفك أحدا فاضربه به حتى ينقطع، ثم اجلس في بيتك حتى تأتيك يد خاطئة أو ميتة قاضية، فقد وقعت وفعلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى تأتيك نعم اجلس في بيتك، فقال ثم اجلس في بيتك حتى تأتيك يد خاطئة أو ميتة قاضية أو ميتة ميتة أو ميتة. نعم نعم هذا كما سبق أنه تأتي فتن عظيمة تحول الإنسان من دينه، يبيع دينه بعرض من الدنيا، طمع، يترك دينه من أجل الطمع والمال والجاه، فإذا جاءت هذه الفتن فاعتزلها، أحضر سيفك وحطمه واكسره كما يكون معك ما تقتل به أو تفتك به في الآخرين. هذا معناه أنك لا تستعمل السلاح، أو لازم أنك تكسر بالفعل تعدمه، لا، يعني لا تقاتل فيه ولا تدخل في الفتن. والأمر الثاني تجلس في بيتك، تجلس في بيتك ولا تشارك حتى تأتيك يد ظالمة، يدخل عليك أحد يريد قتلك، لا تدافع في هذه الحالة، لأنك إذا دافعت تكثر الفتنة، فقلل منها بعدم المدافعة عن نفسك حتى لو قتلك، لأن هذا في الفتنة. أما في غير الفتنة، في غير الفتنة إذا دخل عليك أحد لص ولا من يريد الفساد في بيتك فاقتله، دافعه ولو بالقتل كما ورد في الأحاديث. أما إذا كان هذا وقت الفتنة حتى لو دخل عليك أحد فلا تدفعه بالقتل، لا تقتله حتى لو قتلك، كما حصل من عثمان رضي الله عنه لما دخلوا عليه لم يقاتل تقليلا للفتنة وعدم مشاركة فيها، لم يقاتل وأمر حراسه أن يكفوا وأن لا يقاتل حتى قتل رضي الله عنه شهيدا. هذا في الفتنة. أما في غير الفتنة ما تسمح لأحد يدخل في بيته، دافعه ولو بالقتل، فإن قتلته فهو في النار وإن قتلك فأنت شهيد كما في الحديث. نعم. أو يأتيك الموت، إما جاك دخل عليك عدو يأتيك الموت، والموت لا بد أن يأتي، لا بد أن يأتي، فكونك تموت تموت وأنت لم تشارك في الفتنة خير لك. نعم.